يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم بقناتي. طبعا مثل ما واضح بالعنوان أنه الموضوع بده يكون عن موضوع الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، لكن إن شاء الله هذا حيكون العنوان العريض للقناة، لكن المحتوى رح يكون إن شاء الله أوسع وأشمل بكتير من مواضيع الطاقة فقط. رح نحكي بمواضيع التنمية البشرية وتحقيق الأهداف وتحقيق الأحلام، وأيضا رح نتعلم الوعي والحكمة والبصيرة إن شاء الله. بهالفيديوهات اللي رح ننزلها رح نرجع نستعيد شرارة الأمل والتفاؤل يلي بلشت تنطفي عند كثير من الناس بجميع أنحاء العالم بسبب الضغوط اللي عم نعيشها بجميع المجالات. إن شاء الله رح تكون قناتنا هي المحفز اليومي لجميع من يرغب بإعادة تطوير ذاته، ولجميع من يعيش تحت سلطة الطاقة السلبية. رح نتخلص من كل هالأمور، رح نرجع نعرف كيف نداوي هاي الجروح والندبات اللي موجودة بأرواحنا اللي صار لها زمان عم تعذبنا. رح نبدأ حياة جديدة مع سنة جديدة. تابعوني إن شاء الله مثل العادة، لايك، سبسكرايب، اند شير.